صباح الخير مشاهدينا، اليوم بديت معكم بإيت سمارت مع اليوم ناتالي ياغي. موضوعنا له علاقة بالمدارس، أكيد هلأ موسم باك تو سكول، وعم نحكي تحديدا عن المشروبات. بونجور ناتالي، صباح الخير، كيفك اليوم؟ صباح وانت. خبرينا عن المشروبات، نحن أكتر شيء بهمنا أنه يشربوا مي، صح، وبكمية كافية أكيد، خاصة بهالموسم وبآخر المدرسة لما بيكون صار في شوية شوب، ويمكن منبطل هيك مسيطرين على كمية السوائل اللي بيحصلوا عليها الأولاد. صح، مزبوط، أكيد السوائل والمي بالأخص مهمة جدا لنشاط الجسم. ما ننسى أنه المي مهمة بكتير من الأعضاء، وتيشتغل الكبد، تيشتغلوا الكلاوي بطريقة صحيحة، وحتى من الجهة الميتابوليك، يعني الجسم بحاجة لمي. نعم. الدماغ بحاجة لكمية كافية من المي، إذا ما كان في كمية كافية من المي كمان العناصر الغذائية ما بتوصل للخلايا وما بتوصل كمان على الدماغ. دونك استهلاك كمية كافية من الماء ومن السوائل مهمة، خاصة عند الأولاد وقت اللي ببلشوا مدرسة وقبل أكيد، كرمال تا يضل في توازن بالإلكترولايتس بجسمهم وكمان بالماء. وقت اللي نحكي عن استهلاك السوائل، نعرف أنه في قسم من الأولاد ما بيحبوا يشربوا أو يمكن ما بيعطشوا، لأنه في كتير أولاد ما عندهم هالسنس العطش. نعم. مثل غير أولاد، في أولاد كتير بيشربوا لأنه بيعطشوا، لأنه يمكن بيركضوا كتير، بيعرقوا كتير، دونك ما عندهم مشكلة باستهلاك الماء، لأنه هالإحساس بالعطش عندهم إياه بشكل طبيعي. نعم. ولكن في أولاد ما بيحبوا يشربوا، وفي أولاد وقت اللي بيعطشوا بدل ما يشربوا بياكلوا، لأنه ما بيحسوا الفرق بين العطش، ما بيفرقوا بين الاثنين، خاصة أنه بمتوفر، يعني متوفر للأولاد مشروبات متعددة ممكن أنه تخليهم يستهلكوا هالمشروبات هاي بدل ما يستهلكوا المي. بتضل المي هي أهم سائل لازم الأولاد يتناولوها. هلأ أكيد في غير أنواع من السوائل من المشروبات ممكن أنه ياخدوها كبديل للمي، بس مثل ما قلت يعني إيمان بيكونوا عطشانين، ونحن بنكون عارفين أنه هو العطش للمي مش لشيء تاني، ولكن هني بيلتجئوا يمكن للعصير مثلا. مزبوط. أو للمشروبات الغازية. مزبوط. هلأ وقت اللي نحكي عن العصير، صحيح أنه العصير هو بينعد كسوائل، يعني بالنهاية عم ناخد ليكيد، عم ناخد كمية مي بهالعصير اللي عم ناخد. بس شو كمان عم ناخد؟ Exactly. أهم شيء وقت اللي بدنا نشتري العصير يكون 100% مصنوع من الفريش جوس، أو معمول من فواكه 100% فواكه أو خضرة أو خضرة. هلأ في يكون مصنوع من الكونسنتري، يعني بيكونوا خففوا كمية المي من العصير الطبيعي بالمصنع يعني، ورجعوا تينقلوه تيحضروه، رجعوا زادوا كمية مي، بس هو بالنهاية الباز الأساسية هي العصير الطبيعي. okay. هالأنواع من العصير عادة بيكونوا موجودين بتترا باك، يعني بيكونوا الكرتوني وبيضاينوا بلا براد. هلأ أكيد يمكن أطيب بيكونوا مبردين، بس إذا ما فينا نبردون ما في ريسك على صحة الأولاد إذا تناولون بدون ما يكونوا مبردين. المشكلة هي قدي عم بينضاف سكر على هالأنواع من العصير. دونك مهم أنه دايما نحن نطلع، عادة ما لازم يكون في أكتر من ماكسيموم، إذا كانت كرتونة كبيرة حوالي 15 جرام من السكر، كل شيء فوق 30 جرام من السكر، كل شيء فوق هالمعدل هيدا عادة بيكون سكر مضاف. هلأ بتختلف كمية السكر المضافة على العصير حسب أكيد نوع العصير، لأنه في مثلا حسب الفاكهة مظبوط. كل شيء نكتار بنقرأ عليه نكتار بيكون مكثف، يعني بيكون فيه نسبة سكر أعلى من غير أنواع من العصير. وقت اللي نحكي عن خاصة المانج، عصير المانج هو من أنواع العصائر اللي بيكون فيه نسبة سكر أعلى من غيره، وأصلاً منحس أنه هو بيكون أسمك، الملمس مختلف. أوكي. هلأ فيه عادة سكر زيادة عن غيره. مهم كتير أنه نبعد عن كل شيء مكتوب عليه درينك، يعني شراب، كل شيء مكتوب عليه شراب أو درينك هذا بيكون منه
مصنوع من عصير الفواكه الطبيعي وبيكون منضاف له سكر، بيكون يمكن مي، نكهات الى اخره. دونك كل شيء درينكس شراب نبتعد عنه، النكتار نخفف قد ما فينا، واذا بدنا ناخده نزيد له مي. مش غلط اذا زدنا مي لكميه ال هلا مثل عم تقولي بعض العصائر معمولين من الفواكه الطبيعيه ولكن دخلهم سكر، سكر طبيعي. سكر طبيعي. هون بدنا نحسب حساب لهالسكر. أكيد بدنا نحسب حساب. هلا صحيح هو عصير فواكه طبيعي وفي أنواع عصائر باستوريزي، يعني بعد معصورين بشكل مزبوط ومبستر. بس بدنا ننتبه إنه هيدا كمان بينعد كسكر، كسكر بالنظام الغذائي تبع أولادنا. يعني السكر ديجا متوفر بكتير مأكولات، ما لازم يكون السوائل هو كمان مصدر للسكر. المهم كتير إنه الأولاد تحت عمر الست سنين ما تتعدوا استهلاك العصير حتى الطبيعي نص كباية تقريباً. وعند الأولاد الأكبر يعني حديث عمر 18 سنة ما تتعدى الكمية الكباية من العصير. لأنه ما ننسى إذا بدنا ناخد فيتامينات، إذا بدنا ناخد فواكه، لازم ناكل فواكهنا ما نشربها، لأنه أكيد في ألياف أكتر وفي فوائد للشبع كمان، في فوائد غذائية إضافية وقت اللي ناكل فواكه بدل ما نشربها. لأنه في أشخاص كتير بدل ما يشربوا مي بيشربوا عصير، بصفوا أخدين كمية هائلة من السكر هن منهم بحاجة إلى هالقد خلال النهار. دونك هيدا للعصير. وقت اللي مننتقل لغير أنواع من البدائل منفكر دغري بالحليب، لأنه منعرف قدي أولادنا بحاجة للكالسيوم ولا العناصر الغذائية اللي موجودة بالحليب، ومنعرف أنه ضرورية للنمو تبعهم، خاصة أنه الأولاد بفترة بمرحلة النمو تبعيتهم حتى خلال فترة المراهقة بحاجة لحصتين أو ثلاث حصص من الأجبان والألبان من ضمن الحليب. والأفانتاج بالحليب أنه غير أنه بيحتوي على بروتينات وكالسيوم، كمان هو مصدر للسوائل. يعني في يكون الحليب اللي معمول بالكمينة UHT اللي معمول بالكرتوني ياخدوا الأولاد على المدرسة. مهم كتير أول شيء أنه ما يكون منضاف له سكر. بعرف الأولاد بيحبوا عفريز وعشوكولا وإلى آخره، هلا ما نمنعهم ياخدوا نكهات بيحبوها، بس بالإجمال إذا بيقبلوا بلا نكهات بيكون أفضل. لأنه الحليب اللي بنكهات فيه معدل كتير عالي من السكر. يعني نحن منكون هون كمان عم نرجع نوقع مضاف هون مضاف أكيد. بنفس المشكلة. هلأ ثلاث أرباع أنواع الحليب اللي موجود بالسوق اللي بيكون بالكرتون، بالكرتون اللي كمان ما بده براد، بيحتوي على فيتامينات، يعني مدعم بالفيتامينات، بعض منهم كمان مدعم بالفيتامين دي بالأخص والكالسيوم. دونك هيدا شيء بحاجة، يعني عناصر غذائية بحاجة إلى الأولاد، مهم إنه ياخدوها بانتظام. نقطة كتير مهمة والسؤال دايما بنسأل هو يا هل ترى فيهم ياخدوا الأولاد حليب خالي من الدسم؟ 0% دسم ولا لا؟ الأولاد من بعد عمر السنتين في مأكولات تانية بنظامهم الغذائي فيها تعطيهم الدهون اللي هن بحاجة إلى اللي منا موجودة بالحليب الخالي من الدسم. دونك بعد عمر السنتين الولد ممكن أنه ياخد حليب خالي من الدسم إذا يمكن عم بيأكل كتير مأكولات فيها معدل دهون عالية. أهم شيء إنه الحليب اللي بدنا نعطيه للولد يكون مدعم بالفيتامين دي والفيتامين آ، لأنه هو اللي عادة وقت اللي منشيل الدهون من الحليب منخسرهم. برجع بقول معظم الأنواع الحليب اللي موجودة عنا بالسوق فيها هالأوبشن هاي، يعني فيها مدعمة بهالأنواع من الفيتامينات. بنتقل لنوع ثالث من المشروبات اللي كتير بيحبوها الولاد ويمكن موضة خاصة بين المراهقين، هي المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين. الكافيين هي من المواد اللي الجسم مش بحاجة لها، مش فينا نعيش بلا كافيين، منا بحاجة لها المادة هاي، ولكن موجودة ببعض أنواع من المشروبات الغازية وموجودة كمان ببعض المشروبات اللي منسميها energy drinks. الانرجي درينكس عادة بتحتوي على معدل كتير عالي
ولازم نعرف انه الكافيين في اولاد ما بيتحملوا الكافيين قد غيرهم، دونك بصير عندهم طرقات قلب سريعه، بصيروا بيتوتروا باردون بسرعه اكثر. دونك لازم ننتبه انه معدل الكافيين عند الاولاد ما لازم يتعدى تقريبا ال 15 ل 20 ملي جرام بالنهار، وهيدي كميه كثير بسيطه. يعني وقت اللي نحكي عن سوفت درينكس نحن اوريدي صرنا بهالمعدل هيدا، اذا اوقات ما بيكون اعلى من هالمعدل. دونك ننتبه من مش بس من السكر وقت اللي نحكي عن المشروبات الغازيه، لازم ننتبه كمان لكمية الكافيين اللي عم نعطيها لأولادنا. وبرجع بقول القهوة هالأنواع مشروبات القهوة بدي أسألك عنه، لأنه مزبوط. هلأ كمان المراهقين كمان كتير بحبوا صح. يفوتوا هالمحلات ويعني they're very tempting للدرينكس، بحطوا لهم كريمات وشوكولا وسيرب، بس الباز هو قهوة صح، غير انه فيهم سكر كثير بيحتوى على قهوه. هلا اذا جاء على بالهم الشباب ياخذوا هالانواع من المشروب، فيهم يطلبوا ديكاف. نعم. يعني خالي من الكافيين، بيكونوا وفروا كميه كافيين على حالهم. الديكاف بضل فيه شويه كافيين، يعني منه خالي كليا، ولكن بيكونوا وفروا على حالهم هالكميه هاي اللي هن منهم بحاجه إلها. نعم. وافضل ما يتعودوا على كترتها. وفي مشروب ما ذكرناه هو المشروبات الغازيه، مزبوط صح، يمكن هون حكينا ابدا عنهم. ما لازم يكونوا اكيد هيدي شغله أعتقد لازم كل المدارس يمنعوا بيعهم. أكيد أكيد. Thank you ناتالي. رح ناخد وقفة مشاهدينا ومنكفي، أنا بعد شوي بلاقيكم مع مارك وعنا ضيوف كتير مهضومين بنيتشر.